هل عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه نبئ قبل سن الأربعين؟ الله أعلم. نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. في واحد سأل أحد التابعين قال له إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. نعم. هذه الأسئلة التافية، الأسئلة التافية، ليش تسألونها؟يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة، وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنية أو بالعكس، هل هذا ممكن شرعا؟ جرب دور الجن وتزوج منهم، هذا شيء ما ننفيه ولا نثبته، أنا أدري، لكن أنت جرب. نعم.